السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الفيديو التالت في مقدمة الأناتومي عن البادي سيستمز. احنا اتفقنا الفيديو اللي فات ان احنا قسمنا الأناتومي لكاتافيريك أناتومي هندرسه على الجثث، وسيرفيس أناتومي هندرسه على الايه، على الشخص الحقيقي او على ليفينج بوديز. وقسمنا الكاتافيريك أناتومي لريجنال أناتومي اللي قلنا هندرس فيه الجسم منطقة منطقة، ريجون باي ريجون. وسيستميك اناتومي اللي قلنا هندرس فيه الجسم سيستم سيستم. عاوزين نتكلم دلوقتي ايه هي البادي سيستمز اللي المفروض احنا ندرسها في الاناتومي. المفروض الموضوع النهارده موضوع صغير وبسيط وعباره عن نص الصفحه اللي قدامنا دي، ولكن الفكره انك عشان تفهم كل كلمه من الكلام ده محتاج شويه شرح زياده، محتاج تفهم معنى كل سيستم وايه المكونات بتاعه كل سيستم عشان يبقى عندك المعلومه الكافيه اللي تساعدك بعد كده في المادة إن شاء الله. أول سيستم هنتكلم عنده هو السكين. السكين اللي هو الجلد يعتبر من أهم السيستمز الموجودة في الجسم، أو سيستم من الأجهزة الدفاعية اللي بتدافع وبتحمي الجسم من المخاطر الخارجية أو من البكتيريا ومن الميكروبات اللي موجودة في الجو عموما. الجلد زي ما احنا عارفين بيتكون من المنظر اللي قدامنا ده، بيتكون من طبقتين خدناهم السنة اللي فاتت في تالتة ثانوي، قلنا الأدمغة والبشرة، هناخدهم إن شاء الله بأساميهم بعد كده. وموجود فيه بصيلات الشعر، وجنب كل بصيلة شعر لازم تكون موجود غدة دهنية بتغذي بصيلة الشعر. وفي موجود عند الغدد العرقية اللي هي الغدد الملتفة حوالين نفسها علشان تطلع العرق علشان يرطب سطح الجلد ويخفض من درجة حرارة الجسم، زي طبعا مجموعة من الدهون والأوعية الدموية. محتاج أعرف إن الجلد أو الجهاز اللي بيتكون منه الجلد مش بس بيتكون من الأدم أو البشرة اللي هو الجلد اللي احنا بنشوفه قدامنا، ولكن احنا هنضم ليه كمان الهير اللي هو الشعر، والنيل اللي هي الأظافر، وطبعا السويت والسبيشيوس جلاندس. معنى كلمة سويت جلاند، معنى كلمة جلاند دي يعني غدة. فلما اقول لك سويت جلاند معناها الغدد العرقيه، يعني الغدد المسؤوله عن افراز العرق. ولما اقول لك سبيشيوس جلاند يبقى انا بتكلم عن الغدد الدهنيه، اللي هي الغدد المسؤوله عن افراز الماده الدهنيه اللي بتغذي بصيلات الشعر. تمام. فعندي ادي الجلد او ادي السكن، وادي بصيله الشعر اللي هنسميها هير فوليكل، جنبها بالظبط حاجة اسمها سبيشيوس جلاند اللي هي الغدة الدهنية اللي بتغذي بصيلة الشعر بالمادة الدهنية. في عندي السويت جلاند اللي هي الغدد العرقية اللي بتبقى مسؤولة عن إفراز السويت اللي هو العرق. طبعا في عندي طبقة من الدهون أو الفات مترسبة ما بين طبقات الجلد أو ما بين الأعضاء أو الاستراكشرز اللي موجودة في قلب الجلد دي. تمام. وبكده ديت فكرة الجلد. ولكن في نقطة زيادة محتاجين نأكد عليها النهاردة، ان مش بس احنا في مخيلتنا ان الجلد وتحت الجلد في شوية الدهون اللي موجودة فيه وبعد كده العضلات، لا، في طبقة تالتة موجودة ما بين الجلد اللي هو السكن وبين العضلات اللي هي بالاحمر تحت خالص دي اللي هي الماسلز. الطبقة دي اللي هي واخد اللون الاحمر الخفيف او الفاتح اللي بنشاور عليه ده، اللي موجود ما بين الجلد اللي فوقيه وبين الماسلز او العضلات اللي تحتيه. الطبقة دي سميناها الفاشية. الطبقة الفاشية دي عبارة عن جزء من نسيج الضم اللي كنا بنسمع عنه في تالتة ثانوي، اللي هو بيضم العضلات على بعضها. لأن الجلد زي ما احنا شايفين، الجلد رغم إن هو طبقة سميكة إلا إن هو طبقة مش قوية مش متينة، ما تقدرش تضم كذا عضلة مع بعض. أنا عندي في الدراع مثلا في عضلة أمامية وعضلة خلفية وعضلة جانبية، عشان أحتاج حاجة تضم العضلات دي كلها مع بعضها بالمنظر ده. أنا عندي عضلة هنا وعندي عضلة هنا وعندي عضلة هنا، تمام، وفي النص في العظمة. فعشان اجيب حاجة تقدر تلم العضلات دي كلها مع بعضها وتخليهم متحكمين ومتربطين في بعض بالشكل القوي ده، انا محتاج حاجة اسمها الفاشيا. لان الجلد ذات نفسه او السكن ذات نفسه ما يقدرش يقوم بالوظيفة دي. ده كمان الفاشيا مش بس بتكتفي بانها تحوط طبقات العضلات اللي موجوده حوالين العظم وتجمعها مع بعضها، ده كمان بتبعت فواصل ما بين العضلات وبعضها عشان تزيد
في التحكيم بتاع العضلات، لانها تبقى ماسك العضلات بالشكل قوي جدا، بحيث ان العضله ديت تتحرك وتنقبض في مكان عمرها ما تتنقل ولا تجور ولا تضغط على العضلات اللي جنبها، لان في فواصل ممتده من الفاشيه وصل ما بين العضلات. لو بصينا عليها في الرسمه اللي قدامنا، ادي طبقه الفاشيه اللي تحت الجلد، لو بصيت عليها في الرسمه ديت، الرسمه ديت انا واخد ترانسفيرس سيكشن اللي احنا سمعنا عنها، ترانسفيرس بلين اللي احنا سمعنا عنها المره اللي فاتت، هي القطاع العرضي. خدت قطاع عرضي في عضله من عضلات الدراع، فبص طبعا هيبان قدامي بشكل دائري. ادي الاصفر اللي بره خالص دوت اللي محوط الدراع ده، هو السكن، هو الجلد، تحته طبقه خفيفه كده من الدهون. بعد كده بلاقي في طبقه بيضاء اهي، الطبقه البيضاء اللي انا بشاور عليها دي، لفه حوالين الدراع كله، موجوده تحت الجلد مباشره او تحت طبقه الدهون بتاعت الجلد مباشره. الطبقه البيضاء دي هي الفاشيه، الفاشيه هي اللي لما العضلات، شايف العضلات دي كلها، دي عضله ودي عضله ودي عضله، هي لما العضلات دي كلها مع بعضها. مش بس كده، ده كمان الفاشيه بعت فواصل بتخش تفصل ما بين العضلات اهي، تفصل ما بين العضلات وبعضها، تفصل ما بين العضلات وبعضها، فبقت دي عضله ودي عضله مفصوله بالفاشيه، ودي عضله مفصوله بالفاشيه. كمان الفاشيه ماشي جواها الاوعيه الدمويه والاعصاب اللي داخله تغذي العضلات. الفاشيه دي حاجه مهمه جدا، موجوده تحت الجلد، ما كناش بنسمع عنها قبل كده لما كنا بنتكلم في الثانوي او في اي حاجه تانيه. فادي طبقه الفاشيه اللي موجوده بتمتد ما بين العضلات. لو حتى شفناها على شكل طبيعي، ادي حته لحمه حمراء طبيعيه جدا. اللحمه الحمراء دي معروف ان هي عباره عن عضلات، سواء في حيوان سواء في انسان، الاحمر ده كله عضلات، ادي عضله ودي عضله. وباين قدام الطبقه البيضاء اللي ماشيه بالظبط فوق العضلات ديت، هي طبقه الفاشيه، ادي الطبقه البيضاء بتاعه الفاشيه، وممتده بعد من هنا ايه، فواصل اهي، فواصل اهي تفصل ما بين العضلات وايه وبعضها، عشان تحكم الاغلاق على العضلات وتربط العضلات كويس، بحيث انها ما تنفردش عن بعضها، وكل عضله تقوم بوظيفتها من غير ما تجور او تضر او تيجي على عضله، على وظيفه العضله اللي ايه، العضله اللي جنبها. تمام. يبقى كده خلصنا السكن، اول جهاز، اول جهاز من اجهزه الجسم. والسكن اتفقنا ان هو ليه ملحقات زي الهير اللي هو الشعر، والنيل اللي هو الاظافر، والسويت جلاند اللي هي الغدد العرقيه، والسبيشس جلاند اللي هي الغدد الدهنيه، ومعاه طبعا الفاشيه. ما ننساش الفاشيه، وعرفنا ايه الفاشيه ووظيفتها. تاني سيستم عندي هو السكليتال سيستم، واظن ان احنا سمعنا عنه في الفيديو اللي قبل اللي فات. السكليتال سيستم اللي هو الجهاز الهيكلي، معروف ان الجهاز الهيكلي احنا سمعنا عنه الفيديو اللي فات، وعرفنا ان الجهاز الهيكلي بيتكون من العظم. تمام، بيتكون من العظم اللي هو البون، وشفنا العظم وعرفنا اسماء كل العظام الموجوده في جسم الانسان. معنى حاجه تانية اسمها الكارتريدج، والكارتريدج دي معناها الغضاريف او الغضروف، كلمة كارترج يعني غضروف. واتفقنا وعرفنا ان وظيفة الغضروف ان هو يمتص الصدمات، بمعنى ان انا لو جيت هنا مثلا المفصل اللي قدامي ده مفصل الركبة، فهتلاقي ان ديت عظمة الفيمر اللي هي موجودة فوق، وادي عظمة التيبيا، وادي عظمة الفيبيولا اللي موجودين تحت في مفصل الركبة، فهتلاقي ان الابيض دوت اللي محوط العظمة من تحت ده هو الكارترج، هو الغضروف. وكذلك اللي واخد اللون الازرق شوية اللي محوط العظمة من تحت ده، وده كمان كل ده غضروف، كل ده كارترج. تمام، وظيفة الكارترج اللي موجود فوق هنا وفوق تحت ان هو يمتص الصدمة، بمعنى ان الشخص بيتحرك طول النهار، بيدوس على رجله، بيدب، بينط من اماكن عالية، فكان لازم وجود حاجة تحمي الاطراف بتاعة العظمة دي واطراف العظمة دي من انها تتفتفت وتتكسر نتيجة الخبطات والصدمات المستمرة. فكان لازم الكارترج دوت عنده ليه نسبة كده من المرونة، تقدر تستحمل وتمتص الصدمات اللي بتيجي عليه من العظم اللي فوقه، نتيجة ان العظم بيخبط في بعضه في المفصل اللي موجود في النص ده. فهي ديت فكرة الكارتريدج. كمان التجويف ده كله اللي انا شايفه قدامي دوت، اللي موجود ما بين الكارتريدج اللي فوق والكارتريدج اللي تحت، ده بسميه المفصل، اللي هو المسافة اللي ما بين العظمتين او موضع التقاء العظمتين اللي بيحصل فيه الحركة. لو بصيت على المفصل، ادي بالظبط المفصل اللي قدامي، ادي الازرق دوت هو الكارتريدج بتاع العظمة اللي فوق، وادي الازرق دوت الكارتريدج بتاع العظمة اللي تحت، وهتلاقي ان في سائل هنا واخد لون الازرق الفاتح ده، موجود ما بين الغضروف اللي فوق والغضروف اللي تحت. ففي تجويف كده مليان ميه او مليان سائل ما بين الغضروف اللي فوق والغضروف اللي تحت، ده تجويف المفصل، اللي وظيفته برضو انه يساعد في انه يمتص الصدمات من العظمه اللي فوق والعظمه اللي تحت. واخر، مع تقدم السن او الناس اللي هي بتشيل اوزان تقيله لفتره طويله، او مع تقدم العمر في السن الكبير، بتلاقي ان الغضروف دي ابتدت تتاكل، وتلاقي ان كميه الميه اللي موجوده هنا ابتدت تقل، فيشتكي الشخص من ألم فظيع مع كل حركة، مجرد ما يمشي 10 20 متر يشتكي بألم فظيع في ركبته، لأن أصبح مفيش غضاريف خالص، العظم أصبح بيحك في بعضه،
وحركة العظم في بعضه بتأدي إلى تفتت بعض أجزاء من العظمة، سواء من هنا سواء من هنا، وده بيدي ألم فظيع جدا، من أسوأ الآلام الموجودة في الدنيا وألم العظم. لو محد مش مصدقني، لو حد فكر، لو حد فاكر، لو حد خبطه بالجزم مثلا في قصبة رجله من قدام، ألم فظيع جدا، أكتر ألم فظيع أو من أكتر الآلام اللي محدش يقدر يستحملها هي ألم العظم. فهي دي نفس الفكرة بالظبط، انت دلوقتي أصبح العظم كله لازق في بعضه علشان نتيجة تأكل الغضاريف، فبيدي ألم فظيع جدا جدا. يبقى دي فكرة السكيلتال سيستم أو الجهاز الهيكلي، اللي بيتكون من العظم البون والكارتريدج الغضاريف والجوينتس اللي هي المفاصل. كلمة جوينت يعني مفصل، واحنا خدناها قبل كده لما اتكلمنا على مفصل الكوع ومفصل الركبة، لما قلنا الإلبو جوينت وقلنا الني جوينت. خش على السيستم اللي بعده، الماسكولار سيستم أو الجهاز الهيكلي أو الجهاز العضلي، الماسكولار سيستم. كلمة مصل يعني عضلة، كلمة مصل يعني عضلة. فلما بص يقول لي ماسكولار سيستم يعني الجهاز العضلي، فهتلاقي ان الماسكولار سيستم ده بيتكون زي ما خدنا قبل كده في الثانوي من 3 انواع من العضلات. سكيلتال سيستم، وكنا بنسميها العضلات الهيكليه، هي يعني متوصله بالسكيلتون، العضلات اللي قافشه وماسكه في قلب العظم علشان تخلي العظم يتحرك. زي ما انت عارف، عشان العظم يتحرك محتاج ان يكون في عضله ماسكه فيه، فلما العضله دي تنقبض يقوم العظم يتحرك. فهي دي فكرة الماسكولار سيستم. لما تبص كده على العضلات الهيكلية اللي هي السكيليتال ماسلز، هتلاقي عضلات ماسكة في قلب العظم بالظبط. دي صورة من على جثة حقيقية متاخدة عشان تتشرح، قطع الدراع، خد الدراع كله بيتفرج عليه وبيبص عليه زي ما انت شايف، اللي واخد اللون البني الغامق ده هي عضلات. العضلات ديت كاسية العظمة كلها، ده عظمة الهيومرس موجودة هنا في الدراع، كل العضلات دي تكسر العظمه. وزي ما انت شايف، ادي عضله منهم مثلا طلع 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 نازل عشان تنزل تمسك هنا، عشان لما العضله دي تنقبض تقوم سحب العظمه اللي تحت ديت في اتجاه ايه؟ في اتجاه لفوق. دي برضو نفس الفكره، عضله من عضلات الدراع، ادي العضلات ديت مغطيه هنا الاسكابيولا اللي هي عظمه لوح الكتف لو تفتكر. ادي العضلات، ادي الالياف العضليه طالعه من على الاسكابيولا وراح تمسك في الدراع من هنا عشان تحرك الدراع وتسحبه ناحيتها. ادي العضله ديت هي العضله الاماميه في الدراع مثلا، اللي بنسميها عضله الباي. ادي عضله الباي نازله من الدراع من فوق وراحه نازله تمسك تحت هنا في قلب مين؟ في قلب الالنا من تحت، علشان تبتدي تسحب. لما تنقبض العضله ديت تقصر، فتبتدي تسحب العظمه اللي تحت ناحيه العظمه اللي فوق، فتلاقيك بتتني دراعك. فدي كلمه العضلات الهيكليه، هي العضلات المتوصله بالعظم زي ما انت شايف. في عندي كمان العضلات المنساء والعضلات والعضلة القلبية. العضلة القلبية اللي هي العضلة اللي موجودة في القلب، لأن احنا عارفين إن القلب دوت عبارة عن عضلة. القلب دوت مش عبارة عن تجويف فاضي كده، ما هو عشان ينقبض وينبسط ويحصل فيه انقباض وانبساط، لازم يكون في عضلة بتنقبض وتنبسط، سميناها عضلة القلب. وزي ما احنا فاكرين من السنة وفاكرين إن عضلة القلب ديت عبارة عن عضلة مخططة، يعني هي فيها خطوط بيضاء وسمراء زي ما كنا بنشوفها في العضلات الهيكلية، ولكن الفكرة إنها مش متوصلة بعظمة، لا دي موجودة جوه القلب ذات نفسه. فسميتها كاردياك ماسلز، كاردياك يعني متعلق بالقلب، كاردياك ماسلز العضلات القلبية. لو بص معايا على العضلة بتاعة القلب هتلاقيها بالمنظر اللي انت شايفه ده. ده انا جبت قلب واحد ورحت قاسمه نصين، شقه نصين بالظبط، ورحت قاسي من النصين دول فاتحهم جنب بعض. ادي اللي انا بشاور عليه دوت، ده جدار، ده جدار القلب بيتكون من عضلة، دي عضلة القلب، ادي جدار القلب ومكمل اهو مكمل. اللي في النص ده الجدار اللي ما بين البطون اليمين والبطون الشمال، ادي الجدار اللي في النص، ومكمل كمان جدار في الاخر من ناحية ايه؟ ناحية بره اللي موجود على الايه؟ البطين الايمن، وادي البطين الايسر. فزي ما انت شايف اللحمة اللي موجودة في النص دي، دي عضلة، دي عضلة القلب. ادي هنا برضه نفس الفكرة، دي عضلة القلب، كل الاحمر ده عضلة القلب، انما اللي في النص ده هو التجويف اللي بيبقى جواه الدم والصمامات الموجودة بتاعة القلب، والصمامات والصمام بتاع الاورطة وهو طالع على فوق. تمام؟ الفكرة ان القلب ده عضلة زي ما انت شايف، لحمة كده زي صورة اللحمة اللي كنا شايفينها من شوية. أي حاجة فيها لحمة تبقى عضلة، وعضلة مخططة كمان زي العضلات الهيكلية، بس الفكرة انه مش ماسك في عظم، ده هو موجود في وسط الجسم كده عشان يضخ الدم بس مش أكتر. فديت الكاردياك ماسل أو اللي احنا بنسميها عضلة القلب. عندي كمان حاجة اللي اسمها السموث ماسلز. السموث ماسلز اللي احنا كنا بنقول عليها زمان العضلات الملساء، اللي هي العضلات الموجودة بقى في قلب الحاجات اللا إرادية، العضلات اللا إرادية اللي موجودة مثلا في الجهاز الهضمي
لو حد سأل نفسه هو ازاي الاكل الموجود في الجهاز الهضمي بيتحرك ويبتدي يتهضم وينزل لغاية ما يوصل تحت لغاية فتحة الشرج، المفروض ان الجهاز الهضمي ده فيه عضلات اسمها العضلات الملساء او السموث ماسلز عمالة تنقبض على طول في صورة حركة دودية سمعنا عنها قبل كده، تنقبض وتنبسط تنقبض وتنبسط بالعضلات الملساء دي في الحركة الدودية عشان تنقل الاكل لتحت. لما هتشوفها معاه بالمنظر ده، ادي الاكل موجود هنا، حصل هنا ارتخاء في المنطقة ديت وانقباض في المنطقة اللي فوقيها بالظبط، تمام؟ فلما المنطقة ديت انقبضت وديت ارتخت، الأكل ابتدى يتزفلط وينزل لتحت زي ما أنت شايف اهوت، الأكل اتزفلط ونزل لتحت، فالمنطقة اللي جالها هي كمان ترتخي والمنطقة اللي فوقيها هي اللي تبتدي تنقبض عشان تزوق الأكل كمان لتحت ناحية المعدة، الأكل ينزل في المريء اهو، لغاية أما وصل خالص خلاص اهوت مع كتر الانقباضات والانبساطات اصبح الاكل داخل على مين؟ داخل على المعده، المعده تقوم بنفس النظام بالظبط وكذلك الامعاء، والحركه الدوديه ماشيه في الجسم كله. مين المسؤول عن الحركه الدوديه؟ العضلات الملساء السموث ماسلز اللي موجوده في قلب جدار الجهاز الهضمي. عشان تبقى عارف ان السموث ماسلز مش بس موجوده في الجهاز الهضمي، ده موجوده في حاجات كتير، موجوده كمان في الجهاز البولي عشان تنقل البول لتحت، موجوده كمان في الاوعيه الدمويه عشان تتحكم في قطر الاوعيه الدمويه وتضيق الاوعيه الدمويه وتوسع الاوعيه الدمويه، موجودة في حاجات كتيرة، موجودة في كل الأحشاء بتاعة جسم الإنسان اللي هي العضلات الملساء ديت. الميزة الوحيدة فيها أو الفكرة المهمة فيها إنها عضلات لا إرادية، أنا ما أقدرش أتحكم فيها، تمام؟ وكده خلص الماسكولار سيستمز اللي هو الجهاز العضلي، واتكلمت فيه على السكيلتال ماسلز العضلات الهيكلية اللي ماسكة في العظم، والكاردياك ماسلز كاردياك ماسل اللي هي العضلة عضلة القلب، والسموث ماسلز اللي هي العضلات الملساء، تمام؟ نخش بعد كده على السيستم الرابع اللي هو الكارديو فاسكولار سيستم. كلمة كارديو زي ما اتفقنا من شوية وقلنا كاردياك يعني متعلق بالقلب، فكارديو متعلق بالقلب. كلمة فاسكولار يعني متعلق بالأوعية الدموية، فكلمة كارديو فاسكولار سيستم يعني الجهاز بتاع القلب والأوعية الدموية، يعني الجهاز الدوري زي ما احنا سمعنا عنه قبل كده. معروف إن الجهاز الدوري بيتكون من القلب والأوعية الدموية، فكلمة قلب يعني هارت زي ما احنا عارفين، وأوعية دموية يعني بلاد فيسلز، فيسلز يعني أوعية، وبلاد يعني دم. فأوعية دموية blood vessels لو بصينا عليها على صورة اللي موجودة معانا هتلاقي زي ما انت شايف قدامك كده، ادي القلب، ادي الناحية الشمال وادي الناحية اليمين. الناحية الشمال زي ما احنا عارفين انها متصلة بالأورطة وفيها دم مؤكسد اللي هو واخد اللون الأحمر ده، يبتدي يطلع الدم من البطين الأيسر باللون الأحمر، يمشي يلف في الجسم كله لغاية ما يوصل للشعيرات الدموية، الشعيرات الدموية اللي موجودة في جميع أنحاء الجسم، يبتدي يترشح بقى الدم في قلب الشعيرات الدموية ديت عشان يطلع من الناحية التانية في صورة وريد اللي هو واخد اللون الأزرق كده، تتجمع الأوردة مع بعض، تتجمع الأوردة لغاية ما توصل للوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف السفلي، وتصب في البطين الأيمن في الناحية اليمين من القلب اللي فيها إيه اللون الأزرق دوت اللي فيها الدم الغير مؤكسد. وكان يبتدي بعد كده الدم الغير مؤكسد دوت يمشي في الشريان الرئوي لحد ما يوصل لمين؟ للرئة. مجرد ما يوصل للرئة يستقبل الأكسجين اللي جاي من الهواء مع النفس ويطلع محمل بالأكسجين تاني في الأوردة الرئوية الأربعة اللي بتاخده على البطين على الأذين الأيسر عشان يبتدي يبدأ الدورة من جديد ويضخ الدم في الإيه؟ في الأورطة وتكمل الدورة زي ما أنت شايف. زي ما أنت شايف الجهاز الدوري أو الكارديوفاسكولار سيستم بيتكون من القلب والأوعية الدموية، والأوعية الدموية ديت واخدة صورة شريان وشعيرات دموية بتتجمع في صورة وريد في النهاية، تمام؟ كلمة شريان يعني أرتري، وكلمة وريد يعني فين، وكلمة أوعية دموية يعني كابيلاريز، كابيلاريز. فلما تيجي تبص معايا هتلاقي إن الكاردو فاسكولار سيستم بيتكون من هارت اللي هو القلب، وبلاد فيسلز أوعية دموية، والأوعية الدموية دي بتتكون من أرتري اللي هو الشريان، والكابيلاري اللي هو الشعيرات الدموية، والفين اللي هو الوريد. على أساس الصورة اللي قدامنا ديت إن دي ملخص الجهاز الدوري كله، شريان بيخش يرشح الدم في الشعيرات الدموية ويطلع في صورة وريد، يعني artery capillaries vein، شريان شعيرات دموية ووريد. وبكده خلص الكارديوفاسكولار سيستم. نخش على السيستم اللي بعده النيرفس سيستم، أظن واضح من الاسم إن هو الجهاز العصبي. الجهاز العصبي زي ما خدنا قبل كده عرفنا إن العضلات علشان تتحرك محتاجة إن المخ يبعت إشارة، العضلات علشان تتحرك محتاجة إن المخ يبعت إشارة لعضلات مثلا الدراع يقول لها عضلات الدراع أنا محتاج أو أنا عاوز أتحرك، تمام؟ يقول لعضلات الدراع أنا عاوز أتحرك، فادي المخ
وادي الدراع هنا اهو، تمام. انا عاوز الدراع دوت يتحرك وينقبض، فعشان الدراع دوت يتحرك وينقبض المخ بيطلع اشارة عصبية. الاشارة العصبية ديت تبتدي تمشي تنزل من المخ مع الحبل الشوكي لغاية ما توصل للأعصاب الطرفية اللي راح تغذي الدراع أو راح تغذي عضلات الدراع، وتقول لها انقبض يا عضلات الدراع، فعضلات الدراع هتنقبض، تمام. فهي دي الفكرة. يبقى الجهاز العصبي بيتكون من المخ اللي بيبعت الإشارات تمشي في الحبل الشوكي، بعد كده الحبل الشوكي ياخدها ويمشيها في قلب الأطراف العصبية عشان يوصل للإيه؟ للعضلات. الجهاز الهيكل في الجهاز العصبي بيتكون من المخ والحبل الشوكي والأعصاب الطرفية. المخ طبعا هو البرين، الحبل الشوكي معناها سباينال كورد، كلمة كورد ديت يعني حبل، وسباينال يعني متعلق بالإيه؟ بالحبل الشوكي، أو متعلق بالوصلة اللي موجودة تحت المخ على طول اللي هي الحبل الشوكي، فسميناها سباينال كورد. كلمة سباين بتمشي ساعات أو بنسميها ساعات على العمود الفقري اللي هو الفيرتبرال كولا اللي قلنا عليه المرة اللي فاتت. المقصود هنا إن ده الحبل اللي ماشي في قلب العمود الفقري اللي هو الحبل الشوكي من الآخر. يبقى برين وسباينال كورد، وبعد كده في حاجة اسمها بريفرال نيرفس. كلمة نيرفس يعني أعصاب، كلمة بريفرال يعني طرفي، يعني أعصاب الطرفية اللي بتاخد الأوامر من الحبل الشوكي وتبتدي توصلها لمين؟ تبتدي توصلها للعضلات من بره. على أساس التقسيمة ديت قسمنا برضو الجهاز العصبي لحاجتين اتنين، جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. الجهاز العصبي المركزي اللي هو موجود في السنتر بتاع الجسم أو في مركز الجسم اللي هو المخ والحبل الشوكي، سميتهم الجهاز العصبي المركزي يعني سنترال نيرفس سيستم، جهاز عصبي مركزي سنترال نيرفس سيستم. بينما الجهاز العصبي الطرفي اللي هي الأعصاب الطرفية اللي راح توصل للإيه؟ للعضلات، سميتها الجهاز العصبي الطرفي اللي هو البريفرال زي ما احنا اتفقنا من شوية، بريفرال نيرفس سيستم، تمام. فزي ما انت شايف في الرسمة اللي قدامك ديت، ادي الجهاز العصبي بيتكون من سنتر نيرفس سيستم اللي هو البرين والسبانال كورد والمخ والحبل الشوكي، وبريفرال نيرفس سيستم اللي هو بيتكون من البريفرال نيرفس اللي بتاخد الأوامر من الحبل الشوكي وتوصلها للعضلات بتاعة الجسم ايه كلها. وبكده خلص النيرفس سيستم أو الجهاز العصبي. نخش بعد كده على الريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي. الريسبيراتوري معناها تنفس أو مسؤول عن التنفس، فهو الجهاز التنفسي. لو نفتكر مع بعض زمان كان بيتكون من ايه الجهاز التنفسي دوت، هتلاقي ان الجهاز التنفسي كان عبارة، كان عندك هنا الأنف، تبتدي الأنف تمشي معاك تخش على حاجة اسمها البلعوم الأنفي. البلعوم دوت مش زي ما في مخيلتنا ان البلعوم مسؤول عن الهضم بس او مسؤول عن الجهاز الهضمي بس او تبع الجهاز الهضمي بس، لا، ده البلعوم دوت كمان مسؤول عن الجهاز التنفسي. ازاي؟ ادي الانف، وادي فتحة مين؟ الفم، نازلين على تحت. التجويف اللي موجود هنا ده، ادي فتحة الانف وادي فتحة الفم. التجويف اللي موجود في ظهرهم هنا ده اسمه البلعوم او الفارينكس. اللي هو البلعوم، الفارينكس ده زي ما انت شايف متقسم لحتتين، هما تلات حتت بالحقيقة، ولكن انا يكفيني دلوقتي انك تعرف منهم حتتين، ان انا متقسم لجزء موجود ورا الانف على طول اللي هو الجزء ده، وجزء موجود ورا الفم على طول اللي هو الجزء ده. فسميت ده البلعوم الانفي اللي هو موجود ورا الانف، وسميت ده البلعوم الايه الفمي اللي هو موجود ورا الفم. وظيفة البلعوم ان زي ما انت شايف الهواء بيخش فيه وبينزل لتحت، وكمان الاكل بيخش فيه وبينزل لتحت، ولكن الفكرة ان في طريقين تحت بقى، في القصبة الهوائية هتاخد الهواء، وفي المريء هياخد الايه هياخد الاكل، تمام. ولكن يهمنا انك عارف دلوقتي ان البلعوم في منه بلعوم انفي وفي منه بلعوم فمي، عشان لما اقول لك الفارنكس ده جزء من الجهاز التنفسي ما تبقاش مستغرب وتقول الفارنكس ده بلعوم ده مسؤول عن الهضم بس او الجهاز الهضمي، لا، الفارنكس في منه حاجه مسؤوله عن الجهاز التنفسي او حاجه بتوصل الهواء اللي داخل في الجهاز التنفسي. فهتلاقي ان انت معاك هنا بعد النوزل اللي بعد الانف على طول هتلاقي فيه الفارنكس، يبقى انا اقصد هنا الفارنكس البلعوم الانفي اللي احنا نسميه نيزو فارنكس، من كلمه نوز يعني نيزو وفارنكس يعني بلعوم، فهو البلعوم الانفي النيزو فارنكس يعني جزء من البلعوم الموجود ورا مين؟
ورا الانف عشان ينقل الهواء لتحت، تمام. بعد كده بتلاقي عندك اللارينكس اللي هي الحنجره، كلمه الحنجره اللي هي اللارينكس. الحنجره ديت عباره عن صندوق الصوت المسؤول عن الشخص، بيخليه يطلع صوته وبيخليه يتكلم. غير كده كمان انها بتنقل الهواء وتوصله للقصبه الهوائيه اللي تحت منها على طول. هتلاقي بعد كده دي القصبه الهوائيه اللي هسميها التراقيه. التراقيه تنقسم القصبه الهوائيه لشويه شعيبات هوائيه صغيره كده، سميتها برونكيولز. برونكيولز عشان تبتدي تخش جوه الرئه وتتوزع على الحويصلات الهوائيه اللي هي اسمها الالفيولاي، وبكده انت كونت الرئه اللي هي اسمها اللنج. هي الاسماء بس بتبقى كتيره كتيره في الفيديو ده، ولكن الفكره مع التعود هتلاقي ان الموضوع سهل وبسيط. احنا بنراجع الكلام القديم مش اكتر، ما قلتش كلام جديد. فكل الفكره ان انا عندي نوز مشيت مع الفارنكس اللي هو البلعوم، نزلت على اللارينكس اللي هي الحنجره، كملت بالتراقيه اللي هي القصبه الهوائيه، كملت بالبرونكيولز اللي هي شعيبات هوائيه. واما كون برونكيولز كانت كونت حاجه اسمها البرونكاي. زي ما انت عارف الترقية اتقسمت لاتنين برونكاي كبار، ادي برونكاي يمين وادي برونكاي شمال، الاتنين برونكاي الكبار دول. والبرونكاي يبتدوا يتقسموا لبرونكيولز صغننة كده اللي هي ماشية جوه الرئة كده، اسمها برونكيولز عشان توصل للحويصلات الهوائية اللي اسمها الايه؟ الالفيولاي. بكده كونت الرئة على بعضها اللي هي اسمها اللنج، كلمة لنج يعني رئة. يبتدي الهواء يخش من هنا لغاية ما يوصل لقلب الالفيولاي جوه. لا الالفيولاي ديت مليانة هواء، ويبتدي ترشح بقى الاكسجين اللي داخل من الهواء عشان يخش على ايه؟ على الدم. وكده تحول الدم من دم غير مؤكسد لدم مؤكسد زي ما قلنا من شويه في الجهاز الايه؟ في الجهاز الكارديوفاسكولار او الجهاز الدوري. فادي الجهاز التنفسي او الريسبيراتوري سيستم، بيتكون من النوز اللي هي الانف، ثم الفارنكس البلعوم، ثم اللارينكس الحنجره، ثم التراقيه اللي هي القصبه الهوائيه، ثم البرونكاي اللي هي الشعبتين الهوائيتين، شعبه يمين وشعبه شمال، بيتقسم لشويه برونكيولز اللي هي شعيبات صغيره علشان يكونون اللنج في الاخر اللي هي الايه؟ الرئتين، تمام. بعد كده هنخش على سيستم اسمه الدايجستيف سيستم. الدايجستيف سيستم وهو الجهاز الهضمي المسؤول عن هضم الطعام. ادي كلمه الدايجستيف سيستم. لو نفتكر مع بعض الدايجستيف سيستم، هتلاقي ان الدايجستيف سيستم او الجهاز الهضمي كان بيتكون من الانف اللي بيكمل بالبلعوم، وبعد كده ينزل تحت على المريء، يكمل بالمعدة، المعدة تنزل توصل لأمعاء دقيقة، ثم أمعاء غليظة اللي تنتهي في الآخر بالمستقيم وفتحة الشرج. وكان عندي طبعا شوية غدد ملحقة زي البنكرياس وزي الكبد والإيه والمرارة، تمام. أنا محتاج الكلام سهل وبسيط، محتاج إن نعرف أسامي الحاجات دي، بقى أساميها لذيذة جدا ما فيهاش أي مشكلة. عندي الماوس طبعا ما فيش مشكلة اللي هو فتحة الفم، وبعد كده الفارنكس البلعوم زي ما اتفقنا لسه عارفينه من شوية. كلمة إبيجلوتس دي عن لسان المزمار، وظيفة لسان المزمار يهمني إنك تعرفها دلوقتي لأنها وظيفة مهمة جدا وسهلة جدا. آدي نازل قدام هنا القصبة الهوائية أو التراقية، تمام، ونازل من ورا هنا المريء اللي بياخد الأكل. موجود هنا في المنطقة دي في حاجة كده اسمها ايه؟ اسمها لسان المزمار، عامل زي العصايه كده بالظبط. لسان المزمار دوت في الوضع العادي، طول ما انت ماشي في الوضع العادي بتلاقيه قافل قافل كده، نايم الناحيه دي كده قافل على المريء، بحيث ان مفيش هواء يعدي في المريء، الهواء هيعدي في القصبه الهوائيه وينزل للجهاز التنفس عادي خالص. طب حضرتك ابتديت تاكل، هتبص تلاقي لسان المزمار ابتدى يشيء يقلب الناحيه التانيه، بدل ما هو مايل الناحيه دي، لا ده هيقلب كده ويقفل على مين؟ هيقفل على الترقيه، هيقفل على القصبه الهوائيه، بحيث ان الاكل يبتدي ينزل ويخش في المريء لغايه ما يوصل للمعده تحت، فما يخشش في قلب القصبه الهوائيه ويعمل لك اختناق ويخليك تقعد تكح كل شويه عشان في اكل في قلب الرئه بتاعتك. فهي دي فكره لسان المزمار، انه وظيفته التحكم كده في دخول الاكل في المريء وفي القصبه الهوائيه. فتاني حاجه موجوده هنا عندي بعد الماوس او بعد الفم هو الايه؟ الابيجلوتس بعد الفارنكس على طول. بعد كده بنزل للمريء اللي هسميه الاسوفيجاس. اسوفيجاس هنزل بعد كده للمعده الاستومك، اكيد كلنا عارفينها. بتكمل المعده بامعاء دقيقه، كلمه امعاء يعني انتستين، وصغير او دقيق يعني سمول، فسميتها السمول انتستين. سمول انتستين تكمل بعد كده الامعاء الغليظه اللي هي سميتها لارج انتستين طبعا، او ليها مع اسم تاني اللي هو الكولون، القولون بالعربي، كلمه القولون اقصد بيها الامعاء الغليظه او اللارج انتستين، فاقول عليه الكولون. كولون، تمام. بتكمل بعد كده بمستقيم اللي هو اسمه الريكتم، وتنتهي فتحة الشرج اللي اسمها الانس. الريكتم
ثم الانس. ما تنساش بقى شوية الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي. كان عندي غدة البنكرياس، البنكرياس طبعا كانت بتفرز الانسولين وبتفرز كمان الايه الانزيمات بتاعة الهضم بتاعة البنكرياس. عندي غدة الايه الكبد، عندي الكبد اللي سميته الليفر، وعندي المرارة اللي سميتها الجول بلادر، جول بلادر اللي هي بتخزن الصفرة علشان تنزل في الاثني عشر او في الامعاء الدقيقة عشان تهضم الدهون. معايا كمان كان في 3 ازواج من الغدد اللعابية فوق موجودة في الفم، وظيفتها بتطلع انزيمات بتهضم برضو النشويات. الغدد اللعابية ديت زي ما اتفقنا كلمة غدة يعني جلاند، وكلمة لعابية او مسؤول عن اللعاب سميتها سليفري جلاند اللي هي الغدد اللعابية، سليفري جلاند، سليفري جلاند. يبقى عندي السليفري جلاند الغدد اللعابية كملت تحت بالفارينكس ثم الاسوفيجس ثم الاستومك ثم السمول انتستين ثم اللارج انتستين او الكولون ثم الريكتم ثم الانس. عندي في الليفر والجول بلاتر والبنكرياس والسليفري جلاندز والسليفري جلاندز. ادي الكلام المكتوب عندنا، بقول لك الماوس اللي هو الفم ثم الفارينكس اللي هو البلعوم ثم الاسوفيجس اللي هو المريء ثم الاستومك المعدة سمول ولارج انتستين امعاء دقيقة وامعاء غليظة، الريكتم المستقيم. كلمة اين الكنال ديت يعني القناة الشرجية، اين الكنال لان كلمة اينس هي فتحة الشرج اساسا، فاين الكنال القناة الشرجية. معايا الليفر اللي هو الكبد والجول بلادر اللي هي المرارة والبنكرياس والسليفري جلاندس اللي هي الغدد اللعابية. وبكده خلص الدايجستيف سيستم. هنخش بعد كده على اليورينري سيستم، اليورينري سيستم اللي هو الجهاز البولي. الجهاز البولي من الاجهزه السهله اللي كانت موجوده عندنا، اليورينري سيستم او الجهاز البولي زي ما اتفقنا كان بيتكون من كليتين، وكليتين تبتدي تنزل حالب يمين وحالب شمال عشان يتجمعوا هنا في المثانه البوليه، والمثانه البوليه تبتدي تطلع قناه مجرى البول اللي بتمشي سواء في القضيب في الرجل او بتمشي قدام الريكتم او قدام المستقيم في قلب في الفيميل. فتلاقي ان الجهاز البولي ما فيهوش اي مشكله خالص، كليتين بيدوا حالبين يتجمعوا في المثانه والمثانه تكمل بقناه بوليه او قناه مجرى البول. الفكره ان انا اعرف الاسماء بس، واعرف ان الكليه يعني معناها كدني، كلمه كدني يعني كليه، عندي كدني يمين وكدني شمال. بعد كده بتنزل بالحالب اللي هو اليوريتر، يوريتر يعني حالب، بتكمل بالمثانه البوليه اللي هي يورينري بلادر، يورينري بلادر، بلادر دي بنقول على اي تجويف. قلنا من شوية جول بلادر يعني مرارة، كلمة جول يعني اللي هي الصفرة، وبلادر يعني تجويف، فالتجويف اللي فيه الصفرة اللي هو المين المرارة. هنا يورينري بلادر يعني التجويف اللي فيه اليورين اللي هو البول، فسميتها يورينري بلادر اللي هي المثانة البولية. بتكمل بعد كده بقناة مجرى البول اللي سميتها يوريسرا، يوريسرا. أنا عندي كدني بتدي يوريتر، بتدي يورينري بلادر، بتدي يوريسرا، وده الجهاز البولي. شوفوا عندك ادي الكدني يمين وشمال، بتدي يوريتر يمين وشمال، تتجمع في اليورينري بلادر، واليورينري بلادر تدي لمين؟ لليوريسرا. هنخش بعد كده على الميل جينيتال سيستم اللي هو الجهاز التناسلي الذكري، هنسميه الميل جينيتال سيستم. كلمة ميل وفي ميل يعني رجل وأنثى زي ما احنا عارفين، وجينيتال يعني مسؤول عن الإيه؟ عن التناسل، والسيستم يعني الجهاز التناسلي اللي موجود في مين؟ في الذكر. المفروض احنا خدنا الكلام دوت في سنة تالتة ثانوي، ولكن احنا هنراجع عليه بس عشان نفتكر الاسامي ونفهم الاسامي بالانجليزي مش اكتر. زي ما انت عارف كان بيتكون من ايه الجهاز التناسلي في الذكر؟ كان بيتكون من خصيتين، خصيه يمين وخصيه شمال. تبتدي الخصيه دي بعد ما اتكونت الحيوانات المنويه تبتدي تبعت تخزينها في حاجه اسمها البربخ، يبتدي البربخ دوت يبعت في حاجه اسمها الوعاء الناقل، ياخد الحيوانات المنويه لغايه اما يتجمع هنا في مين؟ في البروستاتا، يمشي في قلب البروستاتا. بس قبل ما البربخ يمشي في قلب البروستاتا كان لازم بيتصل بيه غده كده هنا، غدة صغيرة كده موجودة على اليمين، غدة على اليمين وغدة على الشمال، تمام، كنا بنسميها غدة كوبر في الأحياء. بتكمل الغدة ديت لما يتصل الوعاء الناقل مع الغدة ينزلوا هما الاتنين في قلب قناة مجرى البول اللي ماشية في قلب مين؟ البروستاتا. وبتكمل بعد كده في قلب الإيه؟ في قلب القضيب عشان تطلع في الآخر، تمام. هو دوت الجهاز التناسلي في الذكر. انا عندي خصيتين بيتجمعوا في شويه قنوات ماشيه ورا بعضها كده، بربخ وبعد كده وعاء ناقل، وبعد كده يتجمع مع الغده اللي موجوده هنا في صوره قناه صغننه كده سميتها القناه القاذفه.
اللي هي ناتجة عن تجمع الوعاء الناقل مع الغدة الصغيرة دي، بيتجمع في صورة قناة صغيرة كده يمين وقناة صغيرة شمال سمتها القناة القاذفة، تبتدي تقذف الحيوانات المنوية في قلب قناة مجرى البول اللي معدية جوه البروستاتا. البروستاتا كمان دي غدة من الغدد التناسلية اللي بتفرز حاجات تقوي وتدعم السائل المنوي، وتبتدي تكمل في قلب القضيب لغاية ما تطلع في الآخر. محتاج إن أنا أعرف الأسامي الحاجات ديت مش أكتر. عندي خصيتين، خصة يمين وخصة شمال، اسمهم تيستس، كلمة تيستس يعني خصيتين، والبربخ هو إبيديديمس، يتجمعوا في صورة وعاء ناقل اسمه فاز ديفرنس أو الوعاء الناقل. يمشي الوعاء الناقل لغاية ما يوصل هنا، يتجمع مع الغدة ديت اللي سميتها السيمينال فيزيكل، يعني حويصلة منوية موجودة هنا في الشكل ده كده، الحويصلة المنوية سيمينال فيزيكل. الاثنين اتجمعوا مع بعض، الوعاء الناقل اللي هو الفاس ديفرنس مع السيمينال فيزيكل اللي هو الحويصلة المنوية، وعملوا قناة صغيرة كده سميتها القناة القاذفة أو الإيجاكيولاتوري داكت. كلمة داكت يعني قناة، وإيجاكيولاتوري يعني بيقذف، فالقناة القاذفة إيجاكيولاتوري داكت. ادي ايجاكيولاتوري داكت على اليمين، وادي ايجاكيولاتوري داكت على الشمال، اتجمعوا هما الاثنين في قناه مجرى البول اللي ماشيه ديت اللي سميتها اليوريثرا زي ما اتفقنا من شويه، يوريثرا او قناه مجرى البول اللي نازله من المثانه، ملهاش دعوه ما كانش لها دعوه بالقنوات ديت الا بعد المثانه في قلب الايه؟ البروستاتا. من هنا الغده الصفراء المكلبشه كده في قلب المثانه دي هي غده البروستاتا، بتفرز برضه افرازات في قلب المثانه عشان تدعم السائل المنوي، تاخد المثانه السائل المنوي لغايه ما تطلع بيه بره الجسم. تمام. البروستاتا طبعا اسمها البروستات، ما فيهاش اي مشكله خالص. فنبص على صوره جانبيه كده اللي احنا كنا بناخدها على طول، ادي التستس او الخصيتين، وادي البربخ اللي هو الابيديديمس، يبتدي يمشي في الوعاء الناقل اللي هو الفاس ديفرنس لحد ما يوصل هنا في مع السيمينال فيزيكال، يتجمعوا هما الاثنين ويعملوا الايجاكيولاتوري داكت اللي بتدلق السائل المنوي في قلب مين؟ في قلب الايه؟ قناه مجرى البول. زي ما انت شايف قناة مجرى البول كانت جاية من فوق من قلب المثانة ونازلة لتحت، ولكن التحق بيها هنا في البروستاتا الايجاكيولاتوري داكت اللي هي القناة القاذفة دي، وابتدت ترمي فيها الايه؟ السائل المنوي اللي كان جاي ايه؟ اللي كان جاي من الخصيتين من تحت. وادي كمان غدة البروستاتا اللي هي الصفرة دي بترمي الافرازات بتاعتها كلها في قلب مين؟ في قلب قناة مجرى البول عشان تطلع في الاخر. الكلام ده كله ان شاء الله المفروض هيتكرر معانا في الاناتومي على طول دراستنا في الاناتومي، ولكن الفكره انك تكون عندك خلفيه كده او صوره عامه عن الموضوع قبل ما تبتدي تدرس الحاجات ديت في الايه؟ في الاناتومي بالتفصيل بعد كده، يكون على الاقل بس حتى فاهم الاسامي معناها ايه، انما كل الكلام ده هيتشرح بالتفصيل تاني ان شاء الله. فالميل جينيتا سيستم جهاز تناسلي الذاكره بيتكون من التستس اللي هي الخصيتين، ثم الابيديدمس اللي هو البربخ، الفاس ديفرنس الوعاء الناقل، والسيمينال فيزيكلز الحويصلتين المنويتين، الجاكيلات ريداكت القناة القاذفة، والبروستات اللي هي البروستاتا، واليوريثرا اللي هي قناة مجرى البول، والبينس اللي هو القضيب البينس. تمام. طيب بالنسبة للجهاز التناسلي في الأنثى اللي هو الفيميل جينيتال سيستم، أسهل بكتير من الجهاز التناسلي في الرجل. هتلاقي إن الجهاز التناسلي في الأنثى الفيميل جينيتال سيستم بيتكون من مبيض يمين ومبيض شمال، زي بالظبط ما كان الرجل بيتكون من خصية يمين وخصية شمال، فهتلاقي فيه هنا مبيض يمين ومبيض شمال. المبيض ده تطلع البويضات تلتقطها هنا قناة اسمها قناة فالوب يمين وقناة فالوب شمال، وتجمعهم تاخد البويضات وتنزلها في قلب مين؟ في قلب الرحم عشان يحصل تكويد للإيه؟ للجنين. وبعد كده بتلاقي الرحم مكمل بعد منك ونازل بإيه؟ بالمهبل من تحت خالص. فهتلاقي ان انا بتكون من اثنين مبيض يمين ومبيض شمال، واثنين قناه فالوب يمين وقناه فالوب شمال، وبعد كده جسم الرحم ذات نفسه اللي بيكمل بالمهبل من تحت. كلمه المبيض سميتها اوفري، المبيض يعني اوفري، اوفري يمين واوفري شمال، وقناه فالوب اسمها سهل جدا فالوبيان تيوب، لانه علم اجنبي اصلا، كلمه تيوب يعني قناه، فالوبيان تيوب يعني قناه فالوب اللي بتخطب بويضات توصلها لغايه الرحم، اللي هو الرحم اسمه يوترس، الرحم ذات نفسه اسمه يوترس، وبعد كده بتنزل في المهبل اللي هو ايه؟ الفاجينا، في المهبل وهو الفاجينا. يبقى انا متكون من اثنين اوفري، وبعد كده اثنين فالوبيان تيوب ويوترس، وبعد كده ايه؟ فاجينا. لو بصيت عليه من الجنب برضو هتلاقي ادي اللي واخده المنظر ده، ديت هي الاوفري او المبيض، وبعد كده اللي طالع من المبيض كده وداخل على الرحم هي فالوبيان تيوب، وادي الرحم ذات نفسه اللي هو اليوترس، ومكمل تحت بمين؟ بالفاجينا. تمام. ادي موضع الرحم اللي قدامه، ديت هي المثانه على فكره، وديت هي قناه مجرى البول، دي المثانه ودي قناه مجرى البول الموجوده في الايه؟ في الفيميل. ادي المثانه وقناه مجرى البول طالعه
من هنا موجودة قدام الرحم بالظبط، واللي ورا دوت هو المستقيم، مفيش أي مشاكل. لما تبص على الجهاز التناسلي في الفيميل هتلاقي بيتكون من 2 أوفرز، 2 فالوبيان تيوبس، وبعد كده يوترس، وبعد كده فاجينا. الجهاز قبل الأخير بقى هو الجهاز الغدد الصماء، ده احنا سمعنا عنه قبل كده وهنسميه الاندوكراين سيستم، يعني الغدد الصماء. زي ما احنا عارفين ان في كذا غده موجوده في الجسم، الغدد كتير، الغدد الصماء دي كانت وظيفتها انها تفرز الهرمونات على الدم مباشره، زي هرمون الانسولين، زي هرمون الجلوكاجون، زي هرمون النمو، زي هرمون الثيروكسين وهكذا. فالفكره ان انا اعرف بس اسماء بعض الغدد الصماء اللي موجوده في الجسم اللي هتفيدني بعد كده، وان شاء الله هتتكرر بعد كده بالتفصيل. عند الغدة اسمها البيتيوتري جلاند، كلمة جلاند يعني غدة، البيتيوتري جلاند هي الغدة النخامية. الغدة النخامية اللي سمعنا عنها اللي كانت موجودة بتتكون من جزء أمامي أو فص أمامي وفص خلفي، وكانت بتفرز هرمونات زي هرمون النمو اللي هو جي اتش، وكان عندنا هرمون التي اس اتش، وهرمون هرمون الاف اس اتش، وهرمون ال اتش. دي كلها كانت هرمونات بتطلع من الغدة النخامية أو البيتيوتري جلاند. وكان عندي كمان الغدة النخامية لها فص خلفي اللي بيفرز هرمون الأوكسيتوسين، وكان بيفرز كمان هرمون الفازوبريسين اللي هو مسؤول عن احتباس البول. ما علينا من اسماء الهرمونات دلوقتي، ولكن الفكره انك تكون عارف ان البيتيوتر جلاند الغده النخاميه اللي موجوده في المخ. بعد كده عندي الثيرويد جلاند اللي هي الغده الدرقيه اللي بتبقى موجوده هنا في الرقبه، ومسؤول عن افراز هرمون النشاط اللي هو هرمون الثيروكسين، اللي سمعنا عنه قبل كده، اللي كنا خدنا منه حتى مرض التضخم الكحوزي زمان. بعد كده في غده اسمها الباراثيرويد، من اسمها الغدد الجار درقيه، كلمه بارا يعني مواسي، زي ما اتفقنا قلنا ساجيتال وباراساجيتال بلين في الفيديو اللي فات. عندك المرات الثيرويد وباراثيرويد، فباراثيرويد جلاند يعني الغدد الجار درقيه، هي مسؤوله عن افراز هرمون الباراثورمون اللي كان بيتحكم في نسبه الكالسيوم في الدم. بعد كده هتلاقي في عندك غدتين اتنين موجودين فوق الكليه اليمين والكليه الشمال، سميتها الغدد فوق الكلويه او الغدد الكظريه زمان، فنسميها هنا سوبرا رينال جلاند. كلمة رينال يعني متعلق بالكلية، كلمة رينال متعلق بالكلية، كلمة سوبرا يعني فوق، فمعناها الغدد اللي فوق الكلية، تمام، اللي هي السوبرا رينال جلاند أو الغدد الكظرية اللي كانت مسؤولة عن إفراز الأدرينالين في الدم، وكمان مسؤولة عن إفراز الكورتيزون والألدوستيرون. بعد كده عندي طبعا البنكرياس، البنكرياس زي ما اتفقنا إن هو غدة مشتركة لأنه بيطلع إنزيمات عادية في الدم في القنوات، وكمان بيطلع الهرمونات من غير اي قنوات خالص، فهو غده قنويه ولا قنويه زي ما كنا بناخد زمان. ادي البنكرياس اللي بيطلع الانسولين الجلوكاجون. عندك طبعا في الفيميل في الاوفري اللي هي مسؤوله عن افراز هرمونات الانوثه الاستروجين، وعندك في الميل التستس اللي هي المفروض مسؤوله عن افراز هرمونات الذكوره اللي هو التستوستيرون. ادي نظره عامه على الاندوكراين سيستم او جهاز الغدد الصماء، هتلاقيه بيتكون زي ما انت شايف من البيتيوتري اللي هي الغده النخاميه، والثيرويد جلاند اللي هي الغده الدرقيه، والبارس ثيرويد الغده الجار درقيه، والسوبر رينال جلاند اللي هي الغده فوق الكلويه. اخر سيستم موجود عندي هو الليمفاتيك سيستم، من اسمه مسؤول عن او بنسميه الجهاز الليمفاوي في جسم الانسان. مبدئيا كده هو يعني ايه الليمفاتيك سيستم، او يعني ايه الجهاز الليمفاوي دوت؟ الصوره ديت جميله جدا عشان تفهم لنا يعني ايه الجهاز الليمفاوي. زي ما احنا اتفقنا من شويه ان القلب بيضخ الدم في الاورطه، اللي الاورطه يبتدي ياخد الدم يمشيه في الشرايين لغايه ما يوصل للشعيرات الدمويه، ويبتدي يتجمع تاني في الاورده لغايه ما يوصل للايه؟ للقلب مره تانيه. يضخه بعد كده في الرئه عشان ترجع للدم المؤكسد مره تانيه، ويبتدي القلب يضخه مره اخرى، وتستمر الدوره هكذا مره واثنين وثلاثه طول ما انت عايش. الفكره دلوقتي ان الليمف ده هو كان جزء في العموم، كان في الاول كان جزء من السائل الاحمر اللي ماشي في قلب الارتري او ماشي في قلب الشريان من هنا. ده كان جواه الدم العادي وجواه الليمف، تمام. الليمف دوت اللي هو غني بكرات الدم البيضاء والاجسام المناعيه عشان بيساعد في حمايه الجسم من الامراض والميكروبات، تمام. يبتدي ماشي الليمف هنا جوه الدم لغايه اما يجي عند الشعيرات الدمويه، يبتدي الدم يقول الليمف معلش كفايه عليك قوي كده، انت مشيت معايا نص السكه لغايه دلوقتي، نص السكه من القلب لغايه الشعيرات الدمويه، كفايه عليك الشويه دول، هيسيبك دلوقتي تمشي انت لوحدك في قلب حاجه اسمها الاوعيه الليمفاويه. يعني في قلب الشعيرات الدمويه ديت بيبتدي يترشح الدم علشان يخش في قلب الاورده، ويبتدي يترشح الليمف لوحده عشان يخش في قلب الاوعيه الليمفاويه. تقوم واخدها الاوعيه الليمفاويه ديت وتمشي لغايه ما توصل تاني لقلب الوريد الاجوف العلوي اللي داخل على مين؟ داخل على القلب مباشره. يبقى انا ما مشيتش الليمف في قلب مين؟ في قلب الاورده دي كلها، مشيتها في قلب حاجه تانيه مخصوص بيها اسمها الاوعيه الليمفاويه، اللي سميتها الليمفاتيك
فيسلز، كلمة فيسلز زي ما اتفقنا معناها وعاء، قلنا بلاد فيسلز أوعية دموية، فالليمفاتيك فيسلز يعني أوعية لمفاوية. على طول بقى الأوعية اللمفاوية دي طول ما أنت ماشي بتلاقي في عقد صغننة كده للعقد اللمفاوية، فسميناها ليمف نودز، كلمة نود يعني عقدة، فليمف نودز يعني العقد اللمفاوية اللي مسؤولة إنها ترشح الدم دوت أو الليمف دوت، ترشح الليمف اللي معدي هنا من إيه؟ من الميكروبات اللي موجودة فيه عشان ترجعه تاني للدم سليم زي الفل اللي مفهوش أي مشاكل. يبقى الجهاز الليمفاوي بيتكون من ليمفاتيك فيسلز أوعية لمفاوية مترشق فيها كده على طول الخط ليمف نودز اللي هي العقد الليمفاوية اللي بتاخده وترجعه تاني للوريد الأجوف العلوي عشان يخش القلب ويبتدي يطلع تاني مع مين؟ مع الدم مرة تانية. تمام؟ تمام، دي فكرة الجهاز الليمفاوي. طيب الجهاز الليمفاوي دوت هل بس مترشق فيه هنا عقد ليمفاوية أو بيمشي في العقد الليمفاوية بس؟ قالك لأ، ده كمان الجهاز الليمفاوي بيخش يعدي على الطحال، لأن معروف إن الطحال زيه زي العقد الليمفاوية بالظبط، بيشتغل في إنه ينقي ويفلتر الدم من الميكروبات اللي موجودة، الليمف من الميكروبات الموجودة فيه والدم كمان من الميكروبات الموجودة فيه. فبص قدامي كده هتلاقي آدي الجهاز الليمفاوي، آدي الليمف نودز اللي هي العقد الليمفاوية، وآدي الليمف فيسلز اللي هي الأوعية الليمفاوية اللي ماشية على طول الجسم، وعندك حاجة هنا اسمها السبلين، السبلين ده اللي هو الطحال. تمام، الطحال دوت واحد من أهم أعضاء الجهاز الليمفاوي، لأن الطحال دوت مسؤول عن مهاجمة الميكروبات اللي بتخش في قلب الجسم، في قلب الطحال ويبتدي يشتغل عليها ويبتدي يكسرها ويتعامل معاها. فالطحال واحد من أهم الأعضاء اللي موجودة في الجسم، موجودة في قلب الجهاز الليمفاوي، وهتعرف عنه بالتفصيل وظيفة الجهاز الليمفاوي في قلب الفسيولوجي إن شاء الله، اللي هو علم وظائف الأعضاء أكتر من الأناتومي. أنت بتهتم بالأناتومي بإنك تشوف بس شكل الحاجة وتركيبها إيه، لكن الوظيفة وإزاي بيقوم بالوظيفة دي هتعرفها في الفسيولوجي أكتر ما هتعرف في الأناتومي. تمام، فبكده الليمفاتيك سيركيوليشن أو الليمفاتيك سيستم بيتكون من الليمف نودز اللي هي العقد الليمفاوية، والليمفاتيك فيسلز اللي هي الأوعية الليمفاوية، وبعد كده السبلين. بكده خلص الموضوع بتاع النهارده اللي اتكلمنا فيه عن السيستماتيك أو السيستميك أناتومي اللي بندرس فيه الجسم سيستم باي سيستم. الموضوع النهارده ما يهمني انك تكون بس فاهم كل سيستم من دول بيتكون من ايه، وتقعد مع نفسك كده واحده واحده تحفظ الايه الاسماء بتاعه الاعضاء اللي مكونه لكل سيستم، هتريحك جامد قدام، بحيث ان انت لما تاخد الكارديو فاسكولار سيستم يبقى عندك فكره او خلفيه انا هتكلم على ايه. ده انا هتكلم على الهارت والبلاد فيسلز، وفي ارتري وشعيرات دمويه وفي فينز، فبقى فاهم لما اخد النيرفس سيستم انا فاهم هتكلم على البرين على سبينال كورد على الدفر نيرفس وهكذا. كمان في نقطة، إن إحنا في الأناتومي بتاعنا ودراستنا للأناتومي في مصر ما بندرسوش سيستميك أناتومي. الحقيقة إحنا في مصر بندرسه ريجيونال أناتومي، يعني بناخد الجسم ريجون باي ريجون كده، منطقة منطقة، ندرس منطقة الصدر، منطقة البطن، منطقة الكتف، منطقة الدراع، فهكذا، وعلى حسب المنطقة اللي تيجي معاك ما يجي فيها أورجن بقى وما يجي فيها سيستم من السيستمز الموجودة عندك. ولكن أنت لو معرفتش أسماء الأورجنز اللي موجودة في كل سيستم زي ما إحنا قلنا النهاردة، كنت هتلاقي نفسك داخل في قلب الريجيونال اناتومي اللي هنتكلم عنه الحصه الجايه، ما انتش عارف اصلا المنطقه اللي احنا بنتكلم عليها دي جواها اعضاء ايه، او ما انتش عارف الاعضاء اللي جوا المنطقه دي بتكون جهاز ايه. فكان لازم تكون عارف السيستميك اناتومي وعارف اسماء السيستمز بتاعت الجسم واسماء الايه الاورجنز اللي موجوده جواه.